مرحبا بكم في قناتنا. العلاقات العاطفية ليست سهلة، وأحيانا نجد أنفسنا نبقى في علاقات غير صحية لأسباب مختلفة. في هذا الفيديو سنستعرض معكم 5 أسباب شائعة تجعل الأشخاص يستمرون في علاقات غير صحية حتى عندما يعلمون أنها ليست الأفضل لهم. تابعوا معنا لتتعرفوا على هذه الأسباب وتتمكنوا من تجنب الوقوع في مثل هذه العلاقات. 1. الخوف من الوحدة. الكثير من الناس يفضلون البقاء في علاقة غير صحية بدلاً من أن يكونوا وحدهم. الشعور بالوحدة قد يكون مخيفاً، لذلك يختارون الاستمرار مع شريكهم حتى لو كانت العلاقة مليئة بالمشاكل. 2. الاعتياد على الشريك. مع مرور الوقت قد يصبح الشخص معتاداً على وجود شريكه في حياته حتى لو كانت العلاقة غير مرضية. الاعتياد قد يجعل من الصعب التفكير في الانفصال والتغيير. 3. الأمل في التغيير. البعض يظل في علاقة غير صحية على أمل أن يتغير الشريك ويصبح أفضل. يبقى الشخص متمسكاً بالأمل ويعطي فرصاً متعددة رغم عدم وجود تقدم ملموس. 4. الضغوط الاجتماعية والعائلية. المجتمع والعائلة قد يمارسان ضغطاً كبيراً للبقاء في العلاقة، خاصة إذا كانت طويلة الأمد أو إذا كانت هناك ارتباطات مثل الزواج أو الأطفال. هذا الضغط يجعل الشخص يتردد في إنهاء العلاقة. 5. الاعتماد العاطفي أو المالي. في بعض الأحيان يكون هناك اعتماد عاطفي أو مالي على الشريك، ممن يجعل إنهاء العلاقة أمراً صعباً للغاية. الشعور بالعجز أو الخوف من التبعات المالية أو العاطفية قد يدفع الشخص للبقاء. كانت هذه 5 أسباب تجعل الأشخاص يستمرون في علاقات غير صحية. إذا كنت ترى نفسك في إحدى هذه الأسباب، فقد حان الوقت للتفكير في مصلحتك الشخصية والعمل على تحسين حياتك العاطفية. شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من الفيديوهات التي تساعدكم على تطوير علاقات أفضل.